الديفيلي ضمود تولت تم زواروت نفكر افد اي تويس كار الديفيلي افد ان 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 سلك ميات الفكره يمدنا في اللباس الامازيغي ماس الزراي اللباس اليومي ماس الزراي التيلسا ماشي غير غير المناسبات وريقي غير غير اغنى نقدم ودمنت مازيرت السائي حرس تقدم تيمل ستة مازيغت في طار الفولكلور لا ولكن تمازيغت غير كان تيمل ستة مازيغت تقا تيمل ست الهويات الثقافات التاريخ هي العدد نتغاو سوين غنشكدا فنختار نسكر الديفيلي. كيف ما كتشوفوا هنا احنا في اكادير في رويال اطلس اللي كتنظم جمعيه تيرين وكال هذا ليفلمون الجميل وكنشكروا رئيسه الجمعيه فاطمه طبع عمران السيده اللي كنوجه لها تحيه شكر وتقدير على تنظيم هذا الحفل الجميل باش نعطيو الازياء الامازيغيه واحد الصوره جميله واحد الصوره يعني نبدعوا يعني هذه فرصه ابداع باش نبدعوا في الازياء الامازيغيه ونقدموها لواحد النطاق شاسع للجمهور. كيف ما كتشوفوا انا قدمت واحد لاكوليكسيون متنوعه والجديد في هذه لاكوليكسيون هي الازياء الافريقيه باللمسه الامازيغيه يعني لاكوليكسيون ديالي برز فيها تعدد الحضارات الافريقيه بالاخص يعني برز فيها المراه الافريقيه بصفه عامه الامازيغ بصفه عامه درت قفطان فاسي درت جبادور عصري درت غوب مغياج باللمسه الامازيغيه درت جبادور ديال الرجال درت جاكيت عصريه امازيغيه. فرحانه بزاف مني شاركت في هذه التظاهره هذه ديال حفل راس السنه الامازيغيه وشاركنا بلبسات قفطان وفي لمسه امازيغيه وفرحانه بزاف لانني شاركت في هذه السنه الامازيغيه واحتفلنا بها وكنقول للناس كل اللي حاضرين شكرا لكم بزاف.